وادخله الجنة وادخله الجنة وادخله الجنة. أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وآخر دعوانا أن لقد عرف الفقيد بدماثة الخلق وصدق الكلمة وحصافة الرأي، وكان إعلاميا مقتدرا سخر قلمه وصوته لإعلاء كلمة الوطن وصون إرادته. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل القبول الحسن وأن يجعله ذخرا للوطن. أتمنى للصحفيين القائمين الآن أن يتخذوه مثالا وأن يتخذوه عبرة ويعملوا على نهجه. رحم الله صديقي محمد سعيد، عشنا مع بعض 43 سنة في العمل الإعلامي وفي العمل السياسي وفي مجالات مختلفة من النضال. محمد سعيد لم يتغير يوماً،